أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه محمد هاشم أبو زاكي، مدير منظمة بلدنا العاملة في مجال إزالة مخلفات الحرب بولاية جنوب دارفور. وموضوعنا الأساسي في هذا اللقاء حلول فصل الخريف والمخاطر التي سوف يتعرض لها المدنيين من مخلفات الحرب، الذخائر الغير متفجرة، خطورة أن تجرفها المياه والوديان. نستضيف أستاذ محمد هاشم أبو زاكي عشان نعرف منه الاحتياطات. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد هاشم أبو زاكي في راديو دابنغا. أهلا وسهلا بمستمعي راديو دابنغا، اسمه لي مستمعي راديو دابنغا، أبركم أن نقدم صوت شكر لأخواننا في إذاعة دابنغا، ساهموا معنا مساهمة حقيقية في التوعية والإرشاد للمواطنين المستمعين الأعزاء بمخاطر مخلفات الحرب، وساهموا مساهمة حقيقية في تلبية البلاغات، يعني الناس اللي عندهم أجسام خريبة داخل منازلهم من مخلفات الحرب أبرز إذاعة دابنغا وقول لنا إحنا سمعنا رقمكم وسمعنا مقامكم وجينا. فألف تحية لأخواننا في إذاعة دابنغا، وشكرا للاستضافة الثانية. نتمنى من المولى عز وجل أن نساهم كلنا مع بعض في حماية المدنيين من مخلفات الحرب في نيالا وكل ولاية دارفور، وأبركم برضو ندعو الله سبحانه وتعالى نبتهل أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار في ربوع البلد إن شاء الله. أستاذ محمد، يعني ما هو يعني آخر الأوضاع فيما يخص عملكم في جمع مخلفات الحرب في مدينة نيالا أو في الولاية بصفة عامة؟ حقيقة ما هذا علينا بال، نحن في منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية مواصلين يعني بصورة دعوبة جدا، وتكاد تجينا في يوميا بجينا بلاغين في مكتبنا، مرات عبر التليفونات عبر طبعا ما في شبكة، عبر الاتصال عبر الواي فاي الناس بتتصل علينا، بعملوا الرسائل الصوتية في رقمنا بتاع الطوارئ، وبعد ذلك في ناس بيجونا في المكاتب هناك. بعد ذلك لما العيد بتاع الأضحى كان قرب أزلنا غرفة الطوارئ لأنه الكمية بتاعت حركة الأطفال وكده كانت يعني أنقذت كمية كبيرة جدا من الأسر. نفسنا أكثر من 6 بلاغات من داخل البيوت، خاصة في هي السينما وفي هي الوادي وفي هي جير وفي قرطن بالليل، دي كانت جاتنا منها بلاغات، وآخر بلاغ جانا في هي الوادي قريب. دي آخر حاجات. بعدك عملنا دعوة لحكومة ولاية جنوب دارفور الحديثة والجديدة، كتر خيرهم يعني هم لبوا الدعوة طوالي، وجونا بعدد 4 وزير نائب الوالي جزار المخزن بتاع السلاح الزخائر الخير منفجرة لميناها، كان في عملنا خطيناها كلها لعملية الانفجار، لكن بعد ذلك قدمنا دعوة رسمية وكانوا حضور بقيادة نائب الوالي ووزير الحكم المحلي ووزير الرياية الاجتماعية ووزيرة الشباب والرياضة، جونا ونورناهم وقلنا لهم لا زالت ولاية جنوب دارفور فيها بعض المخاطر من مخلفات الحرب، وقدموا لنا دعوة رسمية بأنه دارين يعملوا لهم برنامج بتاعة إزالة في استاتنيال الكبير. سمعنا محمد، من هنا نحن برضو أهلا وسهلا. يعني الموقف شنو هسه داخل مدينة نيالا؟ يعني أنتوا ناشطين في هذا المجال لكم فترة طويلة وجمعتوا أعداد كبيرة من الذخائر ومخلفات الحرب غير المتفجرة. الآن لو سألتك الحوجة شنو للشغل ده في المدينة؟ هل وصلتوا نصف الطريق تكاد تنتهوا من المسألة أم ما زال المطلوب كثير؟ والله حقيقة الوضع الشباب والمعانا ونحن عبر التيم المتخصص في المجال عملنا تغطية كبيرة جدا جدا للبلاغات، وعملنا مسح، عملنا مسح داخل مدينة نيالا والأماكن المشتبهة وفيها كمية كبيرة جدا من مخلفات، لكن نبشر مستمعين الأعزاء بأنه
نسبة قلو مدينة نيالا بالتحديد لمخلفات الهب أبرا نحن نقول قريبة لل70%، لأنه في السوق الكبير عنده إشكال بتاع الأسطح والرفوف، وفي القيادة بتاعة الجيش كانت في منتصف المدينة وفيها خيران كده أو بسموها دفاعات كده، ودي مشتبهة بها يكون فيها ألغام ودانات مكذبة وحاجات كثيرة. والخريف جاي وكده نحن نتكلم في الكلام ده والتوقيت سمع وكده. محمد، يعني نحن في مشارف الخريف والمدينة معروفة إنه فيها خيران كثيرة جدا وأودية، مخلفات الحرب دي هل معرضة لأنها تنتقل عبر المياه المدفونة تطلع؟ وشنو نصائحكم فيما يخص المسألة دي؟ خصوصا إحنا كوننا غرفة كبيرة بتاع الطوارئ للخريف، فيها أكثر من 9 منظمات، وفيها جزء من الوزارات وفيها جزء من ناس الغرفة التجارية، وخاصة إحنا مركزين في وزارة الشؤون الهندسية المختصين في المجال بتاع فتح الخيران وكده. نحن نصيحتنا لكل المواطنين خاصة الأطفال بأنه في كمية من دانات مكذبة، وفي فيوز، الفيوز ده هو المقدم اللي بيفرقع الدانة ذاته، ده خطير جدا أشكاله. الأطفال لو بلقوه ممكن يقولوا لعبة ولا حاجة كده، ممكن زيه زي الجرانيت بينفجر، هو ده اللي بيفجر الدانة ذاته وخليها الشظايا بتاعتها تمرق. وفي برضو الألغام، والألغام دي بتبقى كثيرة وأنواع كثيرة ممكن تجرف، يعني في عندنا اللغم الدلوكة ده بيشبه علبة الشحم، إذا الموية شالته الطفل اللي لقاه يعني الوزن بتاعه زي 15 رطل، حاجة خفيفة جدا، إذا زول حبشة كده بقوم طوالي. وفي الذخيرة بتاعة الدوشكا والذخيرة بتاعة المضاد بتاع الطيران والجرانوف والأسلحة الصغيرة المختلفة، دي كلها ممكن تشيل الموية وبتكون تراف. وفي ظاهرة خطيرة جدا، احنا امبارح برضه تحدثنا مع السيد وزير الحكم المحلي، قلنا لهم لابد أو الحكومة بتاعة الولاية لابد أن يناقشوا هذه المسألة في مجلس اجتماع بتاع مجلس الوزراء، اللي هو الظاهرة بتاعة صناعة القواتم. الأطفال دول بيجوا بزرعوا خواتم، بصنعوا خواتم وبلبسوها من ذخيرة الدوشكا، ودي سببت لنا حوادث كثيرة جدا، من ضمنها هو البطر في العيادي وعملية بتاعة قتل عيال ماتوا كثير في حي المحافظ بالتحديد، وحي الطيبة، وفي حي الجير، وفي حي خرب العزاء، يعني جاتنا أكثر من 14 حالة بتاعت وفاة، وفي حالة أيضا بتاعت بطر بتاعت أصابع لعدد أكثر من 25 طفل أعمارهم بتروح مع بين 8 إلى 12 سنة. شنو هي الظاهرة بتاعت الخواتم دي كذا اشرحها؟ عيال أطفال أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة، بس نوعه من الذخيرة بتاعت الدوشكا خاتم بلبسوه في اليد. الخاتم ده يعني بيجيبوا الدوشكا اللي ما انفجرت دي، لأنه شكله بكون جميل كده، بحاولوا بيفرقوها، بعد ده بقوم بسنوا الخاتم. الظاهرة دي خطيرة، يعني سببت قتل كثير جدا من الأطفال اللي ذكرتهم لك قبل شوية، وفي بطر، وفي حالة بتاعت حتى الآن الناس بتلقوا العلاج في المستشفيات. نحن قلنا لابد أن يكون في من الحكومة بأن يكون في يمنع لبس الخواتم عشان تاني ما يسندوا الخواتم دي ويلبسوها كده. قبل لبس الخواتم مع الناس دي المفترض يتشرح لهم برضو الأطفال دي عشان يعرفوا إنه الحاجة دي مضرة بهم، إنه الذخيرة الما متفجرة دي إنها قاتلة. يعني الأطفال دي أكيد بيعملوا القصة دي عن جهل بخطورة المسألة. حقيقة احنا عندنا سكتر كامل متخصص في مجال التوعية، اشتغلنا عبر المساجد، عبر رياض الأطفال، وعبر الخلاوي، وعبر التجمعات الموجودة للشباب، لافين الشباب دول وبيتكلموا عن خطورة هذه الظاهرة، خاصة إذا لقينا واحد لابسه مثلا كده بناديه بصورة طيبة، بنقول له يا أخي الخاتم اللي أنت لابسه ده من وراه في ضحايا كثيرة، في واحدين دارين يسووا نفس البرنامج اللي أنت لابسه ده، والذخيرة دي حية قتلت من أسرة فلانية وبترت أصابع الآخرين وكده. عندنا تيم متقدم جدا شغال في برنامج التوعية والإرشاد. سمع، نعود لمسألة الخريف والذخائر، هل بتتوقع الوديان الخيران داخل المدينة تكون عوامل في تحريك أو تحرك الذخائر الغير متفجرة دي من مكان لمكان أو ظهورها للسطح إن كانت مدفونة؟ والله يا أخي دق خريف المطر قبل العيد، في أيام العيد تاني يوم في العيد ولا كده، بس أيام العيد قبلها كده دقت مطر كده، وتوالي ظهرت لنا بلاغات، يعني ظهرت الدانات المدفونة دي، التراب الدافنة دي ظهر، بقت ظاهرة للناس. ظهرت لنا واحدة في جنب
شارع الدين جنب مسجد الأنصار بالتحديد، وفي كان في مكانة خطير يعني، ممكن العربية لو جات طلعت فيها تنفجر فوق وكده. هي بتزهر وممكن الموية تجرفها، دي كله وارد. عشان كده نحن اتكلمنا مع وزير الشؤون الهندسية، وهم بيقوموا بفتح الخيران، بنشتغل الشغل بتاعة المسح والإزالة للأماكن المشبوهة، وبعد ذلك برضو بنوزع أرقام الطوارئ عبركم الآن، هو عبر الواتساب 09-631-3880 لكل المزارعين، ولكل خاصة المزارعين بتاع الزراعة بتاع المزارع البستانية أو زراعة الخضر اللي هو قريبين للجناين وكده. الموية ممكن تجرف الدانات دي وتكون مدفونة، أي زول لقى جسم غريب ما يحبشه، لأنه أقل حاجة ممكن ينفجر فوقه وكده. وبرضو أخواننا ناس الكماين الموجودين قريبين للبراك وقريبين للبتاع المجاري بتاعة المياه، برضو إذا وجدوا أي جسم قريب من الأجسام دي ما يحبشوه وما يقربوا له، يتصلوا على رقم الطوارئ. وخاصة إحنا من هنا نرسل رسالة للناس في ظاهرة برضو، أما ما بنقدر نقول ظاهرة، لكن موسم بتاع الناس بيشيلوا التراب من الخيران عبر الكوار وبودوه للمنازل للأسمنتي وكده. وديل برضو في بعض الخيران في كمية بتاعة مخلفات بتاعة الحرب، أي زول يعمل حسابه ولقى جسم قريب ما يحبش بالكوريك ممكن توالي تنفجر الدانة فيه وكده. في الختام محمد، يعني الوديان دي بتجي من خارج نيالة، بتمر بنيالة، وفي وديان بتتحرك من داخل المدينة، بتتفرق برا في مناطق بعيدة جدا، رسالتك شنو لسكان الغرة البعيدة دي؟ والله يعني هنا قاعدين نقول حاجة، الحاجات دي في دانات فكوها وقعت كذبت، وفي أماكن فيها أساكر ممكن يكون فاتوا خلوا الدانات دي. زي ما قلت لك قيادة نيالة دي كانت كبيرة، والحرب حرب مدن، وفي بركة كبيرة معروفة لكل المستمعين الكرام بالذات ناس نيالة، وقول لهم قليب النار، وفي الوادي بتاع نيالة الكبير ده كله جنب القيادة بتاعت الجيش. نتوقع يكون في كمية بتاعت ألغام أو فيوزات أرضية بنسميها، نتوقع يكون كمية بتاعت دعانات مكذبة أو دعانات خلوها في الأماكن دي برضو يجري في الوديان وكده. إذن نحن بس رسالتنا لكل المستمعين في القرى والموجودين في الأماكن الزراعية والرعى بالتحديد، البهايم دي برضو الناس تحاول تنتبه، لقوا أي جسم قريب ما معلوفين عليه ما يقربوا له وما يحبشوه، ما عليهم إلا التبليغ لأي أمدة من أمدهم الموجود هناك. يعني إحنا بنوزع أرقام الطوارئ لكل المجتمعات الموجودة، إن كان قرى في أي قرية لابد أن نودي رقم بتاع طوارئ أو تواصل، إن كان فرقان لكل أمدة من أمدهم لكل المشايخ الموجودين، عشان حتى نحافظ على المجتمع كله بصورة عامة. الأستاذ محمد حاشم أبو زاكي، مدير منظمة بلدنا العاملة في مجال إزالة مخلفات الحرب والذخائر الخير غير المتفجرة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، شكرا لك. بارك الله فيك. الله.